تنضم إلينا مشاهدينا من الضفة الغربية مراسلة التلفزيون الأردني نوال حجازي. نوال، مرحبا بك. نتحدث عن إعلان الخارجية القطرية عن بدء سريان الهدنة الساعة 7 من صباح يوم الغد. ردود أفعال الغزيين وأهالي الضفة الغربية أيضا مع هذا الإعلان؟ نعم، يعني بالنسبة لقطاع غزة نتحدث أن هذه الهدنة كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، وذلك تلبية لاحتياجاتهم واتصالهم مع أهاليهم مع انقطاعهم عنهم لأيام عديدة في ظل ما شهد القطاع من أيام لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت وما يحدث في غزة من مجازر. أيضا هم ينتظرون أيضا دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود في ظل المأساة والحصار على غزة والمعاناة التي يعيشها الناس هناك من الجوع والمرض. أيضا في الضفة الغربية انتظروا هذه الهدنة، وهنالك يعني فرحة في الضفة والقدس لا سيما بعد هذه الهدنة التي ستشمل الإفراج عن أسرى من النساء والأطفال سواء من غزة والضفة وأيضا من مدينة القدس. هي فرحة فعلا ولكن ممزوجة بالألم والغصة والحزن نتيجة استشهاد الآلاف من أبناء شعبنا في القطاع. ويعني لا نستطيع أن نتحدث عن احتفالات، كانت هنالك دعوات للخروج يوم غد في مسيرات وطنية وشعبية داعمة للمقاومة في ظل هذه الهدنة التي ستستمر بأربعة أيام وتشمل 150 من الأسرى الفلسطينيين، وهنالك أيضا قابلية للتمديد وخروج أيضا 150 من الأسرى الفلسطينيين الآخرين. ونحن نتحدث عن الأطفال القاصرين والنساء، وكما ذكرت نتحدث عن القدس والضفة وقطاع غزة. نعم، إذا نوال، ماذا عن التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة لهذا اليوم؟ نعم، يعني شهدت اليوم الضفة الغربية حملات دهم واعتقالات واشتباكات ومواجهات عنيفة خاصة في كافة محافظات الضفة الغربية. استشهد على أثرها شابين، شاب من مخيم البلاطة وأيضا عصر اليوم استشهد مواطن 46 عاما برصاص احتلال عند مدخل قرية برقة شرق رام الله. عدا عن كما ذكرت حملات الاعتقالات التي طالت اليوم ما يقارب 76 مواطنا والعديد من الإصابات برصاص الاحتلال. نعم، كل الشكر نوال حجازي، وأنت مراسلتنا في الضفة الغربية.